يوم الغد السبت 13 أبريل 2024 نزول أمطار متفرقة بأغلب الجهات وتكون مؤقتة رعدية وأحيانا غزيرة وبكمية هامة مع تساقط البرد بأماكن محدودة خاصة بمناطق الجنوب الغربي، حيث يتراوح مجموعها اليومي بين 40 و60 مليمتر وتصل محليا إلى حدود 100 مليمتر بولاية قبلي وتوزر. دونك هذا هو البليغ اللي هبط عنده ساعة من المعهد الوطني للرصد الجوي. فقلنا اليوم ناخذ المعلومة الصحيحة من الأستاذ المبرز في الجغرافيا والخبير في طقس تونس الأستاذ عامر بحبة. مرحبا أستاذنا، إن شاء الله كل عام وانت حي بخير، أخبر كل شيء، شتحويلك؟ مرحبا سيدي عسلامة، مرحبا، مرحبا بك، عيدك مبروك، عيد مبروك لجميع متابعي راديو ديونافع. إن شاء الله ديما ناخذوك يا خويا في أخبار هكا كل خير وكلها غيث نافع، لأنه شي يقولوا جدودنا يا أستاذ، يقولوا مطر أفريل تخرج السبولة من قاع البير، والله العظيم هذيك هي بالضبط. حبينا ناخذ معك اخر التطورات اليوم، الامطار الى وين بالضبط ان شاء الله تكون موجوده، واسك اليوم موجوده الامطار هذيا والا غدو استاذ عامر؟ كنت حاب الساعه نعطيكم فكره على كميات الامطار اللي نزلت، خاطر هي كميات أكيد. الحمد لله كانت كميات كبيره وكميات طيبه. نعطيكم اهم الكميات، كميات مدنين مثلا كميات 52 مليمتر في مدنين الجنوبية، 56 مليمتر في مدنين الشمالية، في أجيم في جربة 50 مليمتر، في حمص السوق 42، فما زاد في منطقة أخرى زاد في جربة 47 مليمتر، في بغرارة 49، في حسي عمر 45 مليمتر، في قصر حلوب 60 مليمتر، فما زاد كميات أخرى زاد في ولايات تطاوين 57 مليمتر، فما زاد 68 مليمتر يعني حوالي 70 مليمتر في منطقة الدويرات اللي هي تابعة منطقة قطاوين، فما زاد كمية أخرى زاد في ولاية قادس، الحمد لله في قادس 52 مليمتر في الزرات، 50 في مارس، توجان 48، وكمية أخرى 30-35 مليمتر في مناطق أخرى في جهة قابس، وفما زاد كمية أخرى في ولاية أخرى في الساقس في جهة الساحل سوسة المنستير النادية في القيروان وفي ولاية أخرى، وكانت كميات أقل في الحقيقة، كميات معناها تقريبا ممكن من 1 حتى 10 أو أكثر شوية أو حتى 20 مليمتر في ولاية الساقس مثلا. الساعات القادمة هذه كميات إلى غاية الساعة 7 صباحا، لأنه فما كميات أخرى نزلت بعد الساعة 7 صباحا زاد في ولايات جنوب شرق تونس في قابس وتطاوين ومدنين، فما كميات إضافية ربما المجموعة نتاعها يعني كميات اللي نزلت واللي باش تنزل اليوم تنجم تتجاوز 100 مليمتر في جنوب شرق تونس. الأنظار تتجه الآن الساعات القادمة والليلة وحتى يوم غد إن شاء الله جنوب غرب تونس، تقلبات من الجنوب الشرقي في اتجاه الجنوب الغربي وفي اتجاه الصحراء التونسية الجزائرية، كما أصدر البلاغ متاع المعهد رصد الجوي، صحيح كميات نجم تتجاوز يعني 100 مليمتر، ربما تتجاوز حتى 200 مليمتر في الصحراء يعني الجزائرية قريب للحدود التونسية، نجم تتجاوز حتى 200 مليمتر، وتنجم حتى في جهة معناتها ولاية قبلي في الجنوب نتاعها، معناتها مناطق رجيم معتوب وفي صحراء دوز إلى آخره، تنجم الكمية تتجاوز 100 وحتى 150 مليمتر، فما بعض النماذج حتى بكميات على الحدود التونسية الجزائرية معناتها في ولاية قبلي تنجم توصل حتى 200 مليمتر، نحكي في الصحراء، الصحراء معناتها بعيدة مش في مدينة قبلي ولا في سوق لحد إلى آخره، نحكي في الصحراء نتاع هذه الولاية في جنوب غرب ولاية قبلي على الحدود مع الجزائر. هو أستاذ سمحني، جغرافيا معناتها المناطق هذه تاريخيا مش قاعد يصب فيها برشا مطر، معناتها قلة ونادرة أنها توصل ل 200 مليمتر معناتها في الأمطار. صحيح، لأنه يعني هذه المناطق موجودة في الصحراء التونسية، وتعرف الصحراء التونسية يعني المناخ يعني جاف صحراوي، كمية الأمطار هذيك معدل متاع سنة كاملة تقريبا 100 مليمتر ولا 120 مليمتر ربما أكثر شوية أقل شوية أنت والمحطة يعني، ولكن في مثل هذه المنخفضات تنجم تنزل كمية تتجاوز حتى المعدل السنوي، تنجم تتجاوز حتى المعدل السنوي، حتى ضعف المعدل السنوي كي نقوله 200 مليمتر في الصحراء والمعدل هو 100 وساعات أقل، يعني تقريبا كمية متاع يوم أو يومين تنجم تتجاوز كمية سنة كاملة. في الحقيقة هذه المنخفضات اللي تهم جنوب تونس هي قليلة ومش ديمة، والحمد لله ما جات في وقتها، خاصة بعد فترة جفاف
طويلة، تعرفوا غبيكة مع أشجار النخيل وقبة النخيل وحتى أشجار الزيتون في جنوب شرق تونس، جاءت في وقتها وذي بش يكون عنده فاعلية إيجابية على المستوى الفلاحي. بقية المناطق زادة تونسية زادة معنية، مناطق وسط وشمال تونس، ولكن بكميات أقل في الحقيقة. كلما نصعد معناتها في اتجاه الشمال كلما الكميات تكون أقل. في جنوب تونس زاد ولاية جابس ما زالت معنية، زاد ولاية جفصة ما زالت معنية، حتى زاد جنوب صفاقس سيدي بوزيد القصرين، حتى مناطق أخرى زاد شمالية ووسطى ما زالت معنية في الحقيقة 48 ساعة القادمة لبعض التقلبات، ولكن كما قلنا الكميات الكبيرة وذروة التقلبات في ولايات توزر وكبلي، وخاصة أكثر كبلي نبتعد عن الأودية في الحقيقة في جهة كبلي. تعرفوا حتى الصحراء وموجود فيها أودية، رعاة الأغنام خاصة نبتعد عن الأودية لأنه ثم كميات كبيرة باش تنزل إن شاء الله في الصحراء التونسية الجزائرية. يعني معناتها خلينا نقولوا هي أمطار كلها غيث وغيث وإن شاء الله ربي يرحمنا والحمد لله، ولكن كما كنت تحكي أنت توا يردوا بالهم المناطق المعنية وإن شاء الله يردوا بالهم يسيختو يردوا بالهم يبعدوا على الأودية كما كنت تحكي أنت، وهذه حاجة مهمة. باهي لخصوا الحديث أستاذي، دونك غدوة بعد غدوة ما زالت الأمطار تتواصل بكميات هامة وما غير ما نفجعوا الناس، انه برشا دي باج قاعدين يهبطوا، باك تعرف انت فما دي باج يهبطوا اخبار زيفه بعيدا على منطقه الفيضانات وغيرهم اللي يحكيوا امطار مهمه وان شاء الله كل خير. هكا استاذي بالضبط، هو كنت حكيت حتى في منشوره السابقه قلت فما اوديه باش تجري الحمد لله جرت، ولكن ما فماش فيضانات، لم تقع فيضانات، كان يعني فيضانات كان متوقع راني ممكن اشرت لها ولا حتى معناتها اطراف اخرى معناتها مؤسسات حكوميه، ولكن في الحقيقه فما كميات كبيره صحيح، فما تراكم للمياه. تعرفوا المعطي البنية التحتية في تونس مثلا القاعة ذاية في مدينة جابس اليوم مثلا، ولكن ما فماش حاجة خطيرة، ما فماش معناتها فيضانات خطيرة، فما بعض تراكم تاع المياه ولا جريان أودية، وهذه وضعية عادية بحكم على كمية متاع أمطار تنزل في مدة وجيزة 50 و60 و70 مليمتر في ظرف بعض الساعات، حاجة عادية باش تتراكم الأمطار، ولكن ما فماش حاجة تخوف. نبتعد عن الأودية كما قلت وإن شاء الله لاباس، وكما قلت خاصة ولاية توزر وقبلي الساعات القادمة يعني 24 ولا حتى 30 ساعة الساعة القادمة إن شاء الله يا أستاذ. بعد ساعات ان شاء الله نسمعوا على امتلاء السدود، بس ان شاء الله يا ربي هذه تجينا ارقام باهيه بعد على الاقل نخبر ينجم يفرحنا، نسمعوا على نسبه امتلاء السدود، وهذه حاجه مهمه برشا خاصه في المناخ اللي قاعدين نعيشوا فيه تويكا في تونس، هذه ان شاء الله بعد نعرفوه بمنطقه الارقام. ها هو ما في الحقيقه يعني تم السدود في وسط تونس جنوب وحتى بجنوب تونس في جد قفصه مثلا، ولكن تعرف الكميات اللي في شمال تونس مش كبيره برشا، دونك الكميات اللي تدخل السدود مش كميات كبيره، فما باش يعني ممكن بعض الملايين باش تدخل ولكن مش كميات كبيره بحكم كما تعرف معناتها جنوب تونس ما فيش معناتها سدود، ولكن ان شاء الله لو فما تقلبات اخرى الاسبوع القادم ربما تنجم تكون حتى في شمال تونس وسط تونس. عموما الفتره القادمه ما زالت ممطره، وان شاء الله الوضعيه نتاع السدود تتحسن اذا كان جات كميات يعني طيبه ان شاء الله في شمال تونس خاصه الفتره القادمه. واضح، شكرا ليك استاذ سي عامر بحبه، استاذ مبرز في الجغرافيا والخبير في طقس تونس، يعطيك الف صحه.